النجاح في هذا المشوار. هوساوي وخطيرة خطيرة وخطيرة، جول موريموتو. موريموتو وحده وحده يهز الشباك الأهلاوية ويعطي للنصراويين أجمل إسبقية. نصر الإمارات خطير في هذه الأوقات مشاهدينا الكرام، إسبقية نصراوية تهز الشباك الأهلاوية بالأقدام اليابانية. أزرق اللون يبعد كل الثورينو، يغير بنجاح لليسار منصور الحربي اللي راوغ ويتقدم، ومنصور يعطي كرة لتيسير وتيسير، وهذه كرة جول جول. كرة سعودية مثالية بالأفكار التدريبية السربية. الأهلي مشاهدينا الكرام يرد الاعتبار بأسرع مشوار. الأهلي الغدار يضرب الآن خارج الديار فرقة أهلاوية بتعادل بجمر الأقدام. يا سلام، منصور في البداية، منصور في النهاية، وعماد الحسني يحسم الأمور ويعطي هدف التعادل للكتيبة الأهلاوية. هدف لهدف في مباراة بالنار بين الكبار. منصور معاه لا تلف ولا تدور. منصور 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 ينصر الجمهور الاهلاوي بهدف التعادل وبفرحه سربيه لالكسندر إينيتش. شيزاوي شيزاوي فيكتور بالراس، جول 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 جول. فعل الحوساوي، فعل عماد الحسني، رائعة ممتازة جدا. الكتيبة الأهلاوية مشاهدينا الكرام تعود من جديد لتأخذ الإسبقية باستغلال التفوق العددي. كرة ولا أروع من فيكتور بالراس بالراس، هو القناص عماد عماد الحسني يعطي أجمل إسبقية مرة ثانية للكتيبة الأهلاوية. منظومة هجومية من أجمل ما يكون، والأهلي بسرعة يستغل تفوق العددي ويأخذ أجمل الثنائية بأقدام وبرأس عمانية. قلنا مشاهدينا الكرام